أفراح عمت كل الأنحاء، وألسنة أطلقت عبارات الشكر والثناء لجلالة السلطان من كل أبناء بخار، ومسيرات الشكر طافت في كل الأرجاء، فمسندم على شأنها بالمرسوم السلطاني برفع المستوى الإداري للمحافظة واستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم. نحن سعداء طيب في هذه المناسبة الطيبة لتحويل محافظة إلى القطاع الإداري الأكبر، وهذا يرجع تكريما للمقام السامي يحفظه الله ويرعاه على هذه لإكرام هذه المحافظة، وللمحافظة من مقومات تسعى لها السلطنة لتوفيرها، ألا وهي سواء مقومات اقتصادية أو مقومات سياحية، فالمحافظة تظهر بهذه المقومات. المسيرة التي انطلقت من أمام جامع السلطان قابوس وصولا إلى مكتب سعادة والي الولاية بمشاركة الأهالي والمسؤولين بالدوائر الحكومية والأهلية والقطاع الخاص وطلبة وطالبات المدارس، مرددين الصيحات والأهازيج وهتافات الشكر والعرفان والدعوات بالعمر المديد والصحة الدائمة لمولانا حضرة جلالة السلطان المعظم حفظه الله. هذه الخطوة لها وقع إيجابي كبير على محافظة مسندم وعلى المواطنين، حيث أنها سوف تسهل كثير من المعاملات وكثير من الراحة لأبناء محافظة مسندم، كما أننا نتوقع منها إن شاء الله أن تثري المحافظة بكثير من الخدمات والمشاريع الإنمائية إن شاء الله. نكرر شكرنا لمولانا صاحب الجلالة، ونسأل الله العلي القدير أن يمده بالصحة والعافية والعمر المديد ويحفظه ذخرا لعماننا الغالية إن شاء الله. خرجنا لهذه المسيرة للمقام السامي السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة رفع المستوى الإداري لمحافظة مسندم. تعد ولاية بوخا من ولايات المحافظة التي شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة كإنشاء محطة مسندم لمعالجة الغاز ومحطة مسندم للطاقة، والتي تعد من المشاريع الهامة، كما بدأ العمل بمشروع السد للتغذية الجوفية على وادي غمضاء، وتستمر عجلة التنمية في الولاية وكافة أرجاء السلطنة. من محافظة مسندم ولاية بوخا، نجم بن عبد الله الشحي.